بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، تحرص العديد من شوارع مصر على استقبال شهر رمضان عن طريق تعليق الزينات والفوانيس، إلا أن تجربة أحد شوارع الأسكندرية بمنطقة باكوس تعد فريدة من نوعها، حيث تكاتف أهالي المنطقة بتعليق فانوس بلغ ارتفاعه ما يعادل 16 طابقا تقريبا، الأمر الذي وصفه البعض بأنه أطول فانوس في مصر. كل سنة بعمل كالعادة، والفكرة طرحت فيا اللي قلت لازم أعمل حاجة فريدة من نوعها، فجت الفكرة بقى قمت مصممه. فانوس طوله 45 متر، يعتبر القعدة حوالي بتاع 3 متر، والحبل كله بتاع 40، وفي عندك قاعدة حوالي بتاع 80 سنتي، والهلال 2 متر 40، يعني يعدي ال 45 متر تقريبا. يعني بدأ من الدور ال 17 ينتهي في الدور الأول علو بعد المسحور. استخدمت فيه البيبلايت والحبال المضيئة والفروع الزينة اللي هي كده والورد، ما بخلتش عليه بحاجة عشان يطلع اللي هيعجبني يعجب الناس. هو كل سنة بيفاجئنا بحاجات حلوة بصراحة، ويعني هو بصراحة يستاهل ان الفانوس وصل للناس، يعني ان هو شرفنا وعمل حاجة نظيفة جدا 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 يعني، وصرف عليه واحنا تعبنا فيه. يعني احنا اكتر من 20 يوم شغالين معاه، اللي ماسك في الكهرباء، اللي بيعمل حديد، اللي بيعمل حاجة، وحاجة جميلة كويسة يعني تفرح الناس وتطلعهم من الكابت اللي هم فيهم على الاقل يعني. نفس الوقت بس النبادي يعني ميت شوية، بحيث الناس تطلع الكابت اللي عندهم، لان انت عارفة ان الشعب مضغوط والناس تفرح يعني، ورمضان وبيبقى الخير ياما في رمضان. تكفى بس لأهل المنطقة والأطفال فرحانين بالحاجة، يعني حاجة جديدة من نوعها. حسيت تعبي يجيب فايدة بالنسبة وانا قاعد على القهوة، أبص الاقي بقى اللي يصور واللي واقف واللي اتعلق ازاي واللي نازل من السماء واللي بقت حاجة. حسيت بتعبي اللي أنا فعلا اتبسطت انبساط غير عادي. رمضان كريم. رمضان كريم، والله أكرم علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. رمضان كريم، وكل سنة وحضرتكم طيبين. كل سنة وحضرتكم طيبين، ورمضان كريم علينا وعلى أمة محمد. رمضان كريم، وكل سنة وطيبين. كل الناس ربنا يعود عليها بالخير والرخاء، ورمضان كريم علينا وعلى أمة محمد أجمعين. الناس كلها بخير وبسعادة، ويجعلوا رمضان سعيد على الأمة كلها.